تصل لهذا العدد من الافراد بشلتنا شله هيلا. اضغطوا على هذا الزر مشان ما تروحوا الحلقات الجاي وتابعوا لنهايه الفيديو. اليوم كان اول يوم الي بجامعتي الجديده وكنت حابه اسمع نصايح لكون صداقات جديده. اول شيء سالت امي تضحكي، خليكي مكشرة أركز لك. إيه لكان الضحك من دون سبب قلة أدب. I don't agree. أصلا الضحك بيطول العمر. يا ستي أنا برأيي ما كتير تقضي قصة الجامعة جد، أنه آخر طال وحدة لبيتها وجوزها. دخليك؟ هاي الكاميرا اللي عم تصوري فيها جديدة شي؟ لك وليش فظيعة! ازبطي حالك شوي، يعني بدل ما تطلعي بالجامعة بالشمس هيك مكشرة احطي لك نطارات شمسية حلوة. إلك change your hair color. You know, you gotta listen to some rock music so you can really attract the cool people. مرحبا. هي أول سنة إلي بالجامعة. وأنتي؟ حبيبتي أي ساعة المحاضرة الثانية؟ سوري نظارات نظرية؟ لا النظارات اللي بلبسهم نظارات شمسية. وبعد كل هالمحاولات قررت بحب الرسم. شو عم ترسمي؟ قررت انه اسهل واصدق شيء ممكن اعمله مشان اعمل صداقات جديدة هو اني اكون مثل ما انا. خلينا نوصل هذا الفيديو لل 129 الف لايك باسرع وقت. اضغطوا زر اللايك يلا. في شغلات شو رأيكم بكل الشخصيات ونصايحهم العجيبة؟ هلأ وقت الثلاث مفاجآت اللي موجودين بكل حلقة، التحدي الجديد، السؤال الجديد، والمسابقة الجديدة. صار وقت السؤال والفضايح. شو في شغلات غريبة عملتوها بناء على نصيحة حدا تاني؟ قولوا لي كل شيء بخانة التعليقات ورح أختار من قصصكم وأنشرها على كل حساباتي. التحدي هاي المرة بدنا نوصل لهذا العدد من الأفراد بشلتنا شلة هيلا. لتنضموا لشلتنا بدكم تضغطوا على هذا الزر بتلاقوه موجود تحت هذا الفيديو لونه أحمر. آخر مفاجأة المسابقة. بكل حلقة في عنا 5 فائزين بهدول الكاسات عليهم اسم المسلسل واسم قناتنا هيلا تي في. مثل العادة المسابقة عالمية، بس عليكم انكم تضغطوا على هذا الزر انكم تشتركوا بالقناة، تتركوا تعليق باسمكم وايميلكم لقدر اتواصل معكم، تعملوا لايك للفيديو وتنشروه مع كل رفقاتكم. بس اذا اشتركتوا بالمسابقة اللي بالحلقة الماضية افتحوا هديك الحلقة، شوفوا صندوق الوصف واسمكم رح يكون موجود هني. لتشوفوا الحلقة الماضية اضغطوا هون، ومشان ما تروحوا الحلقة الجاي التوقيتات مكتوبة هون. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي، بحبكم.